توجهنا اليوم بتغطية سباق ماراثون الدراجات الهوائية وسباق امتطاء الخيول لثانوية بايبوخ في ناحية بعشيقة. خليكم ويانا وتابعونا. أيوب، شنو معنوياتك على السباق؟ والله إن شاء الله زينة. زين إن شاء الله. يعني متوقع أنه أنت تفوز؟ إن شاء الله. زين أيوب، شنو فائدة هذا السباق؟ إيش كون لك يعني من فكرة؟ إيش يفيدك؟ والله أول شيء يفيدنا كلياقة وكمتعة وكمشاركة. هل كان الاختيار للطلاب عشوائي لو اختاروا يعني نموذج من عندكم؟ لا لا، فقرة طلاب موهوبين أو متميزين؟ لا لا، عشوائي. عشوائي؟ إيه عشوائي. بالضبط. هسه أنت شنو معنوياتك؟ والله الحمد لله إن شاء الله أطلع من أول عشرة. مهدي، إيش راح تستفاد من هذا السباق؟ والله استفاد قوة وسرعة ومشاركة أهم شيء. راح تكون عندك روح المنافسة للفوز طبعاً. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. محمد، السباق إيش كون لك فكرة؟ وإيش حفز عندك حوافز بداخلك بالسباق؟ والله يعني إيش أقول، السباق هو متعة. متعة. إيه. سويت لك روح المنافسة ويا الأصدقاء يعني. طبعاً طبعاً. شو اسم حضرتك؟ مهدي. مهدي. مهدي لابس حيافة كاملة ما شاء الله. تتوقع تفوز؟ إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق. عدد المتسابقين متشاركين في سباق الدراجات الهوائية أكثر من 100 متسابق. نعم. يشاركون بقطع مسافة 5 كيلومتر. نعم. وصولا إلى نادي الفروسية في مدينة الشلالات السياحية. والبرنامج الثاني اللي هو البرنامج الثاني، عندنا سباق ركوب الخيل في فروسية الشلالات السياحية، وعندنا العدد المشاركين 10 والفائز يكون أول 3 فائزين في السباق الفروسية. كم المسافة راح يقطعوها؟ المسافة الدراجات الهوائية 5 كيلومتر من قرية ورتخرب نقطة البداية إلى نقطة النهاية نادي الفروسية في مدينة الشلالات السياحية. رياض عباس حسين، آغا، مدير ثانوية بايبخت البنين. بالحقيقة الاختيار كان حسب رغبة الطلبة. نعم. بس نتيجة السباق احنا راح نكتشف المواهب اللي موجودة عندنا بالمدرسة ان شاء الله. هل كان دعم من الاهل او دعم من حضرتكم كتربية او اكيد يعني هو تعاون مدرسة. اكيد هو تعاون بين المدرسة واولياء الامور. احنا دعمنا بجلب الدريسات. نعم. والكاسكيتات والاعلام العراقية واهالي الطلبة كان لهم دور بتجهيز طلبة بالدراجات الهوائية وكذلك بالخوذ والملابس الرياضية. هل وفرتم السلامة في الطريق للطلاب والأمنيات في الطريق كذلك؟ أكيد طبعا، يعني من ضمن إجراءات السلامة توفير الإسعاف وكذلك وجود القوات الأمنية التي نظمت سير سباق الدراجات الهوائية من منطقة أورتخراب، قرية أورتخراب، وإلى نادي الفروسية في منطقة الشلالات. الحمد لله الإجراءات جيدة جدا وبتعاون الجميع وكذلك مديرية صحة بعشيقة وكذلك بالتعاون مع مديرية تربية بعشيقة. اليوم نحضر هذا الماراثون، ماراثون الدراجات الهوائية وسباق ركوب الخيل. حقيقة هذا النشاط هو الأول من نوعه على مستوى مدارس محافظة نينوى. هذا النشاط هو لثانوية بايبوخ للبنين، هذه الثانوية المتميزة بنشاطاتها. واليوم في هذه الأجواء الربيعية نحضر هذه الاحتفالية ونتمنى لطلبتنا الموفقية والنجاح في هذه المسابقة. طبعا هذا اليوم هو المهرجان الأول الذي قام بالتعاون مع النشاط الرياضي وثانوية بايبوخت للبنين، فضم المهرجان سباق للدراجات وركوب الخيل للمرة الأولى، بالإضافة إلى أنه عدنا كنشاط رياضي في قسم تربية بعشيقة. عدنا بعد هذا النشاط أيضا نشاط آخر اللي هو راح يكون المهرجان الرياضي والذي يضم عدة مدارس لديهم كراديس وأيضا أنشطة متنوعة. سباق ركوب الخيل شارك مجموعة من المتسابقين من طلبة ثانوية بايبوخ، أغلبهم مؤهلين ولديهم إمكانية عالية في السباق ويمكن الاستفادة منهم
يمكن الاستفادة منهم لمستقبل الرياضة العراقية. إن شاء الله تبقى الرياضة المدرسية في تطور. الحمد لله النشاط الرياضي في تلبية بحشيقة هذه السنة شارك به أكثر من مدرسة وأكثر من فعالية، استكملنا كل الفعاليات تقريبا. بقى عندنا المهرجان الرياضي في أعياد الربيع تكمله إن شاء الله بعد عيد الأضحى المبارك. شنو شعورك هسه حاليا وأنت تكون الفائز الأول بهذه؟ والله شعور طيب وحلو أن فزت أول على ماراثون درجات هوائية في مدرسة ثانية بايبوخت البنين، وشعور كله حلو. طبعا انت فزت ان شاء الله، إن شاء الله. ومبروك جدا على الفوز. بس حبينا نسالك، هل هذه الموهبه من زمان عندك يعني من صغرك او هالموهبه توارثتها من عمي وابويا من كنا صغار؟ نعم. ومن 2018 جينا نتدرب على الخيل. نعم. وعلمني على ركوب الخيل مدير ناسي جهاد. اوكي زين، هل احد ساعدك بهذه الموهبه هناك بالمدرسه يعني مدرسين دائما يدعمون لك هذه الموهبه؟ دائما يدعمون يقولون اركب خيل وهذا.